أمنية شهير، وكل هاي الدنيا كلياتها الفاضي، شغلك ومصاريك اللي بتساوي فيها وسياراتك هاي في النهاية كلها بدها تروح. الله هو الأكبر من الجميع، هاي أصغر شيء ما عنده، والحمد لله رب العالمين. يا حار القلب يا مجد، أيبكي اليوم أم يشدو؟ فبحر الحزن يغرقني وطوق الشوق لي نجد. أراك صار إنه الجيش اقتحم المحافظة بأكملها، هي محافظة طوباس وبلدة طمون، ودخل الجيش على البلد، وكانت الطائرات في الجو تصور، طائرات الاستطلاع، فضربوا عليهم صاروخ، بقوا 4 شباب في موقع الاستشهاد، واستشهدوا 4 على الفور، وحاولوا الشباب والإسعاف إنه يسحبوا الإصابات أو الجثث، لكن الجيش أجا وكمل مهمته عليهم في إطلاق الرصاص على أجسادهم. يعني آخر لحظات إنه طلع على صلاة الفجر، صلى هو الشباب اللي معاه، هم نفسهم 4 صلوا الفجر، ودخل الجيش تقريبا في التوقيت هذاك على البلد، وغابوا شوية يعني في شغلهم أو في الشارع مثلهم مثل بقية الناس، وأجا على الدار غير، بقول له وين بدك؟ قال لي برجع. قلت له دير بالك، آخر كلام صار بيني وبينه اللي هو قبل الاستشهاد في نص ساعة تقريبا، لأنه الإذاعة الإسرائيلية أعلنت أنها مجموعة إرهابية اللي تم قصفها، فالاحتلال طبيعته يعني لما بده يعلن على مواقعه أنه مجموعة إرهابية، فمن الصعب، رغم تدخل الارتباط الفلسطيني والمحامية من لجان ثانية، بس لهسه ما في جواب في هذا الموضوع.